جسر التواصل والإبداع عنوان للدورة الرابعة للملتقى التشكيلي الذي ينظمه نادي الفنون التشكيلية بالثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب بالحسيمة، وذلك طيلة أيام الأسبوع الأخير من شهر يونيو لهذه السنة 2024. يعد هذا الملتقى التشكيلي بمثابة مشتل فني مستمر يسهر على تجديد طاقته الإبداعية مرة كل سنتين، ملتقى بمثابة فضاء رحب للتجارب والخبرات وتطوير المعارف التقنية والفنية بين التلاميذ المتمدرسين وقدماء التلاميذ. العمل ديالي هو عبارة عن لوحة فنية اللي كتجسد المرأة المغربية وهي حاملة واحد الإرث ثقافي عريق. ضفنا عدة أساليب من مدارس الفن الحديث، ناقشنا بناتنا واتفقنا على واحد العمل اللي هو مشترك. درنا واحد البوخت هيك يخرج من فمه واحد التعبير اللي غنلونو بعدة أوجه مختلفة دلالة على علاقة الإنسان بالمجتمع. اخترنا الأسلوب السوريالية ولكن بطريقة متجددة، اعتمدنا على الأسلوب الشخصي الذاتي. قبل ما نقومو بهالشي خدينا قدرنا نلاحظو بزاف التصاور يعني خدينا الفكرة اللي نقدروا نخدموا بها. السلام عليكم، أخذتي نارك المعرض التشكيلي جيت وقن في فعاليات الملتقى الثالث التشكيلي الثالث نسخة ويسترثة مخدسن إلى ذي نسخة المسجاروت ونسخة ويسنين نسخة المسجاروت إلى 2015 وراني شيرا غاية الشرف أنه اللي غير المشاركين يشاركوا في ملتقى تشكيلي الأول 2015 من بعد وقع ملتقى تشكيلي الثاني 2019. السلام عليكم، مساء الخير، quiero saludar a todos los alumnos y alumnas del Club de Arte de Arte de Omar Al-Khattab por el buen trabajo que han realizado. إذن نتمنى يزعم الاستمرارية المستقبلية هنا في منظر الملتقى الرابع. اسمي نفار بوخيمة، 21 سنة، فنان تشكيلي، ديجا شاركت في معرض الملتقى التشكيلي الأول الثاني الثالث، جانا دجاج نتجيب هذا المليح، ولكن زورت يعني اكتشفت اجن فنان جديد جاني راه مسنسين شي، جانا واصلة واحد المليح بزاف في قمة الجمال، وملهمة بزاف انت، يعني داكشي الإلهام أنا نتصور يعني لوحات جديد. أنا شناهو زيزويت خارجي خنوا. يعني غير في الحلوة غادي نتعس، أنا واحد جو الحلوة دغو، هاد الجيزة. Bonjour, je m'appelle Maria et je viens de France. Je viens notamment passer mes vacances ici et j'ai pu assister à l'exposition que vous avez faite et l'exposition dans laquelle on honorait mon grand-père. Et je suis très fière et heureuse qu'on puisse faire ça et avec ces peintures. J'ai pu notamment aussi découvrir d'autres peintures dans l'exposition et j'ai beaucoup aimé. J'ai pu parler avec des gens qui faisaient de la peinture et tout. Et puis découvrir des choses, découvrir de nouvelles peintures. Mais notamment, franchement, elles étaient toutes belles. Chacune d'elles dégageait quelque chose. Voilà. He venido de España para ver a mi abuelo y estoy muy feliz por él, por lo que ha hecho, por todos los cuadros que ha hecho, que ha pintado y estoy muy orgullosa de él. السلام عليكم، زغاد خرج كلمات الشكر في المغرب استاذ حدو تلاميذينس اي فكان بابا جنازجن التكريم نتا زجن فنانين بقديم تبارك الله قدني الحسيمه ازغاد شكرا وداني شكرا لكل شي التلاميذ يساهموا في المبادره. فهو جسر للعبور إلى المحيط الخارجي للمؤسسة، وتشهد كل دورة أشكال إبداعية متميزة ومتفردة.